حياكم الله مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي رياضات الكترونيه. نبدا بالعناوين. الاتحاد السعودي ومجمع الملك سلمان يطلقان مصطلحات الرياضات الالكترونيه باللغه العربيه. وللمره الاولى في الشرق الاوسط مدينه القديه تستضيف حفل موسيقي بعنوان ايكوز اوف يورزيا. نعود إليكم. أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن إطلاق معجم مصطلحات الرياضات الإلكترونية باللغة العربية بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وتمثل هذه الخطوة جزء من الأهداف الاستراتيجية للاتحاد وتتماشى مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، وهي واحدة من برامج رؤية 2030. وكمان تبرز هذه المبادرة المبتكرة أهمية مواكبة التطور اللغوي وتعزيز ثقافة الألعاب الإلكترونية في المجتمع السعودي. أعلنت مدينة القدية عن استضافة الحفل الموسيقي إيكوز أوف يورزيا بالتعاون مع شركة سكوير إنكس، واللي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط. ويعتبر هذا الحفل فرصة استثنائية للاستمتاع بأجمل مقاطع الموسيقى التصويرية الشهيرة للعبة فاينل فانتسي 14 وغيرها من المقطوعات المفضلة من السلسلة، اللي تجي من خلال فرقة الأوركسترا عقداً من الموسيقى الأسطورية. ورح يقام الحفل يوم 28 و 29 من نوفمبر الجاي بجامعة الأميرة نورة في الرياض. أعلنت استديوهات هازل لايت إن لعبتها التعاونية المتميزة ستيك 2 باعت أكثر من 20 مليون نسخة على مستوى العالم، وجاء هذا الإنجاز بعد 3.5 سنوات من إطلاق اللعبة على أجهزة البي سي والبلاي ستيشن والإكس بوكس مع إصدار سويتش في نوفمبر 2022، وباعت ستيك 2 أكثر من 1 مليون نسخة بعد شهر من إطلاقها، وارتفعت أرقامها بشكل متعاقب من ذلك الوقت. أعلنت شركة أونسومنياك عن إصدار لعبة سبايدر مان 2 على البي سي في 30 من يناير عام 2025، وبكذا تصير أحدث لعبة حصرية توصل لمنصة البي سي. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر نيويورك كومي كون 2025، وأعلنت شركة أونسومنياك خلال المؤتمر عن اكتمال السلسلة على منصة ستيم، وبكذا كل السلسلة موجودة لأصحاب البي سي، يعني سبايدر مان 1 وسبايدر مان مايلز موراليس. وطبعاً إصدارها كان جزء من حملة أوسع نطاق من بلاي ستيشن، واللي شهدت وصول God of War و Ghost of Tsushima وإصدارات بلاي ستيشن 5 الثانية إلى ستيم. ألعاب الفيديو أو الجيمينج مو شيء جديد، كانت معانا من أكثر من 50 سنة، من أيام الأتاري ولحد اليوم. اللعب اختلف وتغير بين الماضي والحاضر. مراسلنا مهند المالكي قابل بعض من عاشوا واستمتعوا بلحظات الألعاب في طفولتهم. نتابع التقرير. اسمي بطل قحطاني، عمري 52. لعبنا واحنا صغار، لعبنا الألعاب الأتاري أنا وأخواني وخواتي. زمن الطيبين، كلنا في الصالة واحدة نتجمع وبالدور نلعب فيها. إذا كان اثنين يدين يلعبون اثنين، يعني إخواني الاثنين، بعد إحنا البنات نلعب. الألعاب اللي لحقت عليها القديمة صخر وأتاري، وآخر شيء وش اسمه العائلة، كمبيوتر العائلة. بداياتي والله كانت في سوني 3، كنا نلعب أوف لاين وما كان فيه مجتمعات ولا كان فيه تطور زي ما تطورنا ذا الحين. خلاص صار فيه مجتمعات أقوى وأفضل. كنت ألعب ستريت فايتر، ألعب ألعاب زي بيبسي مان. كبرت لين المتوسط، كنت لسه ألعب فيفا أيام الألتيميت تيم. من فيفا 14 كنت مدمنها لين يوم فيفا تقييم 16. بعدين وصلت الثانوي صرت مدمن ألعاب شو اسمه فيرست بيرسون بوينت أوف فيو. أكثر اللي ألعب ألعاب إلى الآن من ثاني ثانوي إلى الآن، هذا كان من 2017 إلى 2024 ألعب ريمو 6 سيج، ما ألعب شيء غيره. أول لعبة كنت ألعبها بسوني 1 كراش وش اسمه وتكن مع أخواني، ألعب ألعاب التعاونية وكذا.
اول صار الوضع كله وناسه كله وناسه وطقطق ومضيعه وقت وفي نفس الوقت شيء جميل. اما حاليا صار لك تدخل فيها كبزنس تخش فيها بزنس في نفس الوقت انت يعني انت تلعب وتستانس في نفس الوقت تحصل منها كدخل مادي يعني تطور الموضوع بشكل دخل مادي واستعراضات وكاس عالم شيء يعني شيء تطور بشيء كبير يعني. ومن ناحيه يعني البطولات وزي كذا يعني اتمنى اني اشارك في واحده وحتى فورت اتمنى اني اشارك فيها والله. نستضيف اليوم لاعبة متميزة قدرت أن تثبت نفسها مو بس كلاعبة محترفة بل أيضا كواحدة من الأفضل في مجالها. ضيفتنا اليوم هي واحدة من نجمات فريق فالكونز إي سبورت، حققت لقب بطولة فالورنت للمرة الثالثة على التوالي ونجحت في حصد لقب أفضل لاعبة في البطولة. الحديث أكثر بتنضم لي عبر سكايب لاعبة الرياضات الإلكترونية موضي الكنهل. أهلا بك موضي. أهلا وسهلا. في البداية موضي أول شيء مبروك هذا اللقب للمرة الثالثة على التوالي، حكينا أكثر عن فريقكم، وش اللي يميزه وش اللي يخليه الأفضل دائما؟ الله يبارك فيك شكرا. ممكن احنا من أقدم الأفرقة بهذا المجال بلعبة فالورنت يعني احنا كفالكنز، وأنا أحس المواهب الفردية هي أساسا من احنا نفوز. صح التدريب شيء يأثر ويفيد أكثر بس بالنهاية أنت كلاعب ايش تقدر تقدم الفريق هو اللي يأثر. وموضي وش اللي ساعدك على حصد لقب أفضل لاعبة في البطولة؟ يمكن مستواي ثابت طول على مدى طول البطولة، وأنا صراحة إنسان أحب أشتغل على نفسي، كل ما يعني كل ما خلصت بطولة أرجع أتعب على نفسي عشان أبغى مستوى ثابت، أبغى كل بطولة أبدع والحمد لله توفيق من ربي. مؤخرا موضي صرنا بنشهد كثير من بطولات الرياضات الإلكترونية الخاصة بالنساء، برأيك كيف بتشوفي دور الرياضات الإلكترونية مؤخرا في المنطقة؟ الحمد لله والله شيء حلو اني اشوف نساء كثير بهالمجال، لان هالشيء قبل لو تقول لي قبل 5 أو 6 سنين ما كان موجود، بس بالعكس يعني شيء المفروض كلنا نكون فخورين فيه، المفروض بنات اكثر يدخلون هالمجال لان مره كثير في بنات يلعبون بس ما حد جت الفرصه انه يطلع يمثل نفسه في بطوله او شيء، فالحمد لله شيء كبير جدا. موضي المفروض تكوني معنا في الاستديو لكن جدول تدريباتك كان جدا مزدحم، وهنيكي على هذا الالتزام، يعني توكم طالعين من بطوله وبرضه انغمستوا في التدريبات للبطوله القادمه، حكينا اكثر عن هذه التدريبات. الصراحه احنا عندنا بعد اسبوع ونص تقريبا اهم بطوله بالسنه اللي هي الشامبيونز راح تكون بالمانيا، فتدريب هالبطوله هو اهم شيء، فاكيد اني بحط كل وقتي وبركز اكثر شيء على التدريبات هالفتره والله يوفقنا يا رب. موضي هل تفكر انه توسع نطاق تاثيرك في عالم الرياضات الالكترونيه، ممكن نشوفك كصانع محتوى او مدربه او غيره؟ ممكن بس ما احس ان شخصيتي صدق، انا افضل اني العب ومع ما احس ان عندي وقت كافي اني اكون شيء غير اني لاعبه وادرس بنفس الوقت، احس هذا الشيء كافيني ومريحني. طبعا نجاحك مصدر إلهام لكثير من اللاعبات، وش أهم نصيحة ممكن تقدميها للاعبات اللي ودهم يدخلوا عالم احتراف الرياضات الإلكترونية؟ صراحة يسعدني مرة أن يكون مصدر إلهام للبنات في المجال. ممكن أهم نصيحة عندي الثقة بالنفس، ويعني أنها تشتغل على نفسها وما يأثر فيها كلام الناس. في الختام موضي، لو تقابل بطل الدوري النسائي مع البطل دوري الرياضات الإلكترونية في لعبة فالورنت، مين ممكن يتغلب على الثاني؟ أقدر أقول إن الأولاد غالباً بيتغلبون، يمكن نقدم مستوى كويس بس للحين في شوي جاب بين مستوى البنات والأولاد في المجال، بس متأكدة بعد كم سنة بيتقلص هالفرق بالمستوى. شكراً لك موضي على تواجدك معنا اليوم. شكراً لك. تعتبر لعبة ميتافور ريفانتازيا أحدث لعبة تقمص أدوار وفانتازيا من إنتاج أتلس، ويركز موضوعها الرئيسي على مسألة عدم المساواة. بطلها وصبي صغير وهدفه مساعدة حاكم عادل في تولي العرش. لعبة ميتافور ريفانتازيا هي مغامرات رائعة تستحق التجربة بفضل التصميم الفني الجميل والموسيقى التصويرية الرائعة وخاصة نظام المعارك. تأتي اللعبة بسعر 270 ريال، وكما حصلت أيضا على تقييم 93% من موقع تقييم الألعاب الشهير ميتا كريتيك.
وهنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، نشوفكم في الحلقات القادمة.